ثم الآن وإلى دهر الدور كله آمين. بركة كبيرة إن ناخد بركة حضراتكم، يعني ربنا يحافظ عليكم ويكون معاكم ويبارك في خدمتكم ويجعلكم تفرحوا بيها وتفرحوا بالمسيح اللي فيها على طول. يعني أنا بحسب ما تحدد الموضوع النهاردة المفروض هنتكلم عن الافتقاد. بصراحة بس عشان أكون أمين، يعني عشان قبل ما أتكلم، يعني أنا أتمنى أن ضميري يبكتني بعد الكلام اللي يعني ربنا ما يحاسبنيش على اللي أنا هعمله هقوله ده، لأن أنا عشان أكون أمين يعني لأجل أن ربنا يسترها عليا في الكلمة، يعني أنا من المقصرين جدا في الافتقاد يعني، فعشان بس ربنا يسترها عليا وأنا بتكلم يعني أنا بعترف قدامكم عشان ما بقاش إيه. صلول صلولنا بجد بجد يعني. في اكتر من حاجه عاوز اقولها لحضراتكم في الافتقاد. اول حاجه في الافتقاد، الافتقاد هو لقاء شخصي مع المسيح. ده حقيقه، رايح تقابله بجد، رايح تقابله حقيقي يعني. لدرجة ان هو في متى 25 ده بيمثل، قاعد يرسم لنا كده، عامل بانوراما ليوم الدينونة يعني. فهو بيقول ايه لما بيقول ان انا في ناس هيكونوا على اليمين وناس على اليسار، الناس بتوع اليمين هو حطهم في اليمين ليه؟ قال لهم لان انا كنت عريان فكسوتموني، كنت غريب كنت مريضا فزرتموني. الفعل بتاع الزيارة هنا في أصله هو فعل افتقاد. كل مرة بيكون فيها افتقاد حضراتكم بتعملوا افتقاد، لما تنزلوا افتقاد دوت لقاء حي مع المسيح، لقاء شخصي، ودي حقيقة. بخبرتي الضعيفة الضئيلة أقدر أقول لكم إن دي حقيقة بجد يعني. أنت بتقابله بجد وبيعزيك بجد، أقدر أقول لكم إنه من أكثر الخدمات بأمانة الواحد بيحس فيها إنه بيتعزى هو في الافتقاد بأمانة يعني. بتحس إن أنت بتقابله هناك، بتقابله عند الشخص اللي هو يا اما ما كانش متوقعك، يا اما كان يتلهف انه مستنيك. انت بتقابله. عشان كده قال كنت مريضا فزرتموني، جاب الفعل اعاده على نفسه. عشان كده كل مره ان كلفت بعمل افتقاد اذا انت كلفت بلقاء المسيح. وما أحلاه تكليف يعني، ما أحلاه تكليف. كأن اللي بيقول لك أنت هتروح تفتقد ناس دول هو بيقول لك روح تفتقد، وكأنها دعوة غير مباشرة من المسيح بيقول لك تعالى زورني. يعني هو من تحت لتحت كده المسيح من ورا بيشغل الأمر وبيقول لك طب تعالى زورني. عشان كده أول حاجة أقولها حضراتكم في الافتقاد أنه لقاء مع المسيح. وفي الحاجات في الحيثيات بتاعت الحكم ان الواحد مننا ما يروحش السماء، المسيح يقول ايه؟ كنت مريض ومحبوس فلم تزوروني. يعني من ضمن الحيثيات ان احنا ممكن ربنا ينجينا كلنا ان احنا نتحرم من الأبدية هو عدم الافتقاد. ربنا يرحمنا. كنت غريب فلم تأووني، ده متى 25:43. كنت غريب فلم تأووني، كنت عريان فلم تكسوني، كنت مريض ومحبوس وما زرتمونيش. إذن في الافتقاد هو لقاء خفي مع الأبدية. الافتقاد انت بتزود لما بتيجي تعمل بعد الافتقاد، يعني حتى اخيل هذا مجازا يعني. بعد الافتقاد لو حطيت الكارد بتاعك في الاي تي ام بتاع الابديه هتلاقي الحساب زاد.
بعد الافتقاد انت دخلت رصيد في الاكاونت بتاعك بتاع الابديه، فلما عملت تشيك عليه بالاي تي ام بتاعك لقيت ان الحساب زاد في الافتقاد، انه لقاء خفي ايضا مع الابديه، مع واحد انت رحت زورته وفوجئت ان بعد انطلاق الروح من الجسد والمسيح واقف يستقبلك، تقول ايه ده انا شفتك، انت مش كنت عيان قبل كده على السرير؟ يقول لك انا كنت مستنيك هناك. ده مش عريان مش عيان وبس، او محبوس اي حاجه بقى، انت تلاقيه يعني. عشان كده احنا ساعات الواحد نقول ده الواحد فيه اللي مكفيه، هيروح يفتقد مين بقى ولا يعمل ايه؟ ده احنا عاوزين، احنا عاوزين اللي يفتقدنا، ده الواحد جواه هموم الدنيا كلها. اقول لك ما تخافش، ما انت لما رحت تقابل، لما هتروح بما انك هتقابله فانت بتشحن، يعني انت بتشحن قوه، بتشحن تعزيه، بتشحن رجاء، بتشحن لقاء مع الابديه، فتتحفز على الايام، تتحمس لها، يرفعك فوق مواجعك في لما تروح تفتقد. عشان كده الافتقاد بما انه لقاء مع المسيح، لقاء مع الابديه، فهو من تحت لتحت بقى ايه؟ شفاء ليك، خروج بره ذاتي. ما احنا بنفضل مقصورين في ذواتنا ومزنوقين، انا عاوز اللي يجي لي، انا مش طايق نفسي اساسا، انا اروح اضحك في وش الناس ازاي، اروح اكلمهم واقول ايه؟ كل ما احنا قاعدين نقول كده احنا مزنوقين قوي جوه همومنا، مساجين جوه همومنا، وعمرنا ما بننطلق، عمرنا ما هنخرج بره سجن همومنا. اليوم اللي هنخرج فيه بره سجن همومنا، مش احنا دايما بنكون متخيلين كده ان حد يجي يقول لنا افراج براءه اخرجوا؟ لا، مش هنخرج من سجن همومنا كده. احنا هنخرج من سجن همومنا امتى؟ لما نخرج بره همومنا واحنا نروح لحد مهموم، لما نخرج بره ذواتنا. طول ما احنا جوه ذواتنا، جوه انانيتنا، احنا جوه همومنا. طول ما احنا مستنيين حد يجي ويخلص بقى ويساعدنا ويشيل ويعمل، هنفضل مسجونين جوه همومنا. امتى تخرج بره همومك؟ لما تروح تشيل مع حد هموم. ده حتى على المستوى النفسي يعني، على فكرة. حاجة تانية أقولها في الافتقاد، قيلت برضو في الإنجيل عن الافتقاد ككلمة افتقاد. تخيلوا حضراتكم إن عملية التجسد الإلهي، تدبير الخلاص، سماها لوقا الإنجيلي افتقاد. في لقاء واحد يقول ايه؟ مبارك الرب اله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه. مجيت المسيح لينا بوجه عام، دي اسمها افتقاد اله. بس افتقاد ايه بقى؟ افتقاد رهيب رهيب. اقول لحضراتكم مثل يعني تافه يعتبر بالنسبة للافتقاد الاله. حضرتك تكون، أو حضرتك تكون ساكنة في بيت مثلا، بيت كبير، بيت عيلة، متربي فيه من زمان، ليفل معيشة معين. حضراتكم كلكم طبعا بتروحوا العشوائيات، بتنزلوا بتشوفوا العشوائيات. تخيلوا حضراتكم قرار كده هوت أخدتيه بينك وبين نفسك، إنك أنت هتقيمي لمدة 35 سنة في العشوائيات. آسف يعني، فأقل البيوت اللي دخلتيها على الإطلاق، هسيبكم لمدة ثانيتين تفتكروا إيه هو أسوأ بيت دخلتوه. لا افتكروا، أنا بقول لكم أنا هسيبكم لمدة ثانيتين تفتكروا أسوأ بيت دخلتوه. تخيلوا كويس، تخيلوا منظره كويس، تخيلوا اللبس اللي الناس كانوا لابسينه، افتكروه بجد. أنا بحقيقة هتقعدوا بقى 33 سنة في البيت ده، أو 35 سنة. أنا قلت 33 سنة لأن هي ديت اللي عددهم السيد المسيح على الأرض، هو ده اللي عمله المسيح. أسوأ يعني السماء ما المسيح خلقها. طبعا أنتوا عارفين إن إحنا في كذا سماء، المسيح قعد بقى يعني، المسيح خلق السماء كلها بجمالها، خلق الكون بجماله.
الكون الفسيح الرهيب الرهيب الرهيب، الكون الأرض ده يعني مفيش يعني نملة 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 فيه. المسيح خد أكتر مكان حوله الإنسان لقذارة وقعد فيه 33 سنة. شفتوا الافتقاد وصل لدرجة إيه؟ أعظم نموذج افتقاد هو في المسيح. بص ده بقى أكبر قد أكبر حتة أكبر يعني شكل من أشكال الافتقاد اللي يصعب علينا بلا شك في رفاهيتنا، عشان أكون أمين وأنا أولكم، أنا مش بقول لحضراتكم، أنا أولكم في رفاهيتنا وكبريائنا والمستوى اللي احنا قعدنا فيه واتربينا عليه من الأكل ومن الشرب، إن احنا نعمله احنا بنروح. ممكن لو بيتنا نبيت في حتة نظيفة، بس أكتر من كده يصعب على ضعفنا عشان نكون أمنا. والله يعطينا إن احنا نقدر نعمل كده. عشان كده مرة أبونا في شوي كامل راح قال لمراته، يعني قال لها إيه رأيك إن احنا كان في حتة كده في اسكندرية بس أنا مش فاكر الاسم، عيشة صفيح تقريبا، مش فاكر كان في خيط العنب ولا فين، مش فاكر. فقال لها إيه رأيك احنا قاعدين نساعد الناس ديت، ايه رايك بقى نروح نعيش وسطهم؟ قالت له لا كده كفايه قوي، نساعد زي ما احنا عاوزين نساعد، اعمل اللي انت عايز تعمله، لكن اكتر من كده ما نقدرش، احنا قاعدين في بيتنا ونساعد. فالافتقاد الالهي كان كده، جه وقعد وسطنا، اخذ التوب ده، اكل اللقمه دي، لبس الهدمه دي، ده الافتقاد الالهي كان. عشان بس وبعد كده كان بعد جه بعديه ايه بقى؟ ان هو مات لاجلنا كمان، فده قصه ثانيه. عشان كده طب الافتقاد بالنسبه لنا احنا بقى اقل حاجه ايه؟ هو انك تساعد اللي رايح له ان يدوق حلاوه الافتقاد الالهي الاساسي. يبقى من ضمن اهداف الافتقاد ان انا اساعد اللي انا رايح له ان يدوق لذه وطعم وجمال الافتقاد الالهي الاساسي. ممكن حضرتك تكون رايح بيت من أفخم ما يكون، من أغلى ما يكون، ممكن يكون قصر، ولكن اللي فيه لا يحيو بجمال الافتقاد الإلهي، فأنت رايح تكلمه عن افتقاد تاني بقى. الافتقاد هو محاولة للإحساس بالناس، زي ما اتقال عن موسى النبي، ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. ده كان قاعد فين؟ كان قاعد في قصر بقى وعزه، قاعد في قصر فرعون يعني. فهو نزل يشوف الناس شكلهم إيه. لسه حد كان بيقول لي إن في راجل في وحدته، يعني قاعد وحيد لوحده خالص ليلة العيد، يجيب لحمة وفراخ، يشتري يعني زي كباب وكفتة، ويروح يلف في الشارع يوكل الكلاب والقطط. سيبكم يعني التصرف دوت روحي أو مش روحي، أو يعني ممكن يتصرف أحسن من كده، أو بس أنا بقول يعني إزاي إن هو مفيش حاجة يعملها خالص، رغم يعني في حاجات ممكن تعمل غير كده. بس بقول لكم الوحده ممكن يعني لو وحده مش متقضيه صح مع المسيح ممكن توصل الواحد لايه؟ فمهم قوي في الافتقاد الاحساس بالناس. وانتوا عارفين كل واحد مننا جواه اهات كتير، فلما يكون حضرتك او حضرتك قاعدين عايشين متمتعين بافتقاد الالهي لينا، ما خدوا بالكم هو ده اللي محركنا. انا عاوز اكد على النقطه دي، الدافع الذي يحركك للافتقاد ليس دافعا انسانيا، ليست قضيه سمو اخلاقي، ليس عملا اجتماعيا. الذي يحركك للافتقاد هو الافتقاد الالهي للبشريه، انك انت عارفه ان ده احلى حاجه في الدنيا،
فانت ما نفسكش ان حد ابدا، مفيش حد يكون عايش من غيره. ألذ حاجه الافتقاد الالهي للبشر، فانت نفسك تكلم يكون كل الناس فاهمينه وعارفينه. يعني احنا مش رايحين نتفرج على البيوت، احنا مش رايحين ندردش مع الناس، احنا رايحين وفي رؤيه واضحه قدامنا. انا في دماغي احلى افتقاد في الدنيا دقناه، افتقاد الله لينا. فانا رايح ان انا اطمن ان الناس دي عايشاه ولا مش عايشاه، بس عشان اطمن انا محتاج ان انا احس بيهم. كلمه احس بيهم ديت هنشوف ازاي قدام، يعني لسه هقولها، بس انا مهم قوي الكلمه دي، احس بيهم. قبل ما تدخل البيت كن حاطط في ذهنك الحته دي، انك قبل ما تدخل توعظهم، انت طبعا انت داخل تقابل المسيح، فانا مش داخل، مش انا الريس، يعني انا مش داخل البيت ده وانا الريس، انا مش داخل البيت دوت بقى وانا الكنيسه وتعالوا اقعدوا واسمعوا وكده، يعني انا داخل قبل المسيح. فانا خدوا بالكم انا داخل يعني بانسحاق. النقطه ديت مهمه برضو، زي ما ابونا ميخائيل ابراهيم كان يدخل العيان مثلا يقلع الجزم على باب الاوضه اللي داخل فيها العيان. ليه داخل يعمل ايه؟ داخل هو شايفه، شايف المسيح بقى، فاهم داخل له يعني. فاهمين مدى الانسحاق؟ يعني متخيلين المنظر؟ عشان كده مهم جدا في الافتقاد وانا رايح، بما اني رايح اقابله فانا داخل اصغر واحد، انا مش داخل اكبر واحد. على قد ما هتصغر على قد ما ربنا هيديك احساس بالاخرين، وعلى قد ما هتحس انك انت الاكبر على قد ما هتدخل اخطيت في الكلمه بعنجهيه. يعني على قد ما تصغر على قد ما هتتعزى، وعلى قد ما تكبر على قد ما هتنتفخ. اوضح الحكايه دي، على قد ما تدخل صغير المسيح نفسه يعزيك ويطعمك، وعلى قد ما تدخل كبير. احنا داخلين جايين من الكنيسه بقى نشوف الناس ديت مين اللي موجود ومين اللي مش موجود، مين اللي بيجي ومين اللي ما بيجيش. لو نجح الافتقاد والناس قالوا لك احنا فرحنا قوي انك انت جيت، هتنتفخ، هتحس ان في اتشيفمنت اتعمل، هتحس ان في حاجه كبيره اتعملت. وعلى قد ما تكون داخل صغير انك رايح تقابل المسيح، بعد ما تخرج والناس فرحانه تقول له يا رب ليك المجد، انا الحقير يعني انا الغير المستحق، استخدمتني عشان تعزي اولادك، ده انا كنت داخل اتعزى بيك يا رب، خلتني ان انا ادخل والناس تفتكرني ان انت حنين يا رب، انت عزيتني صحيح. على قد ما تكون داخل صغير على قد ما تتعزى، على قد ما هتكون داخل عاوز تغلب احزانك بانك تقابله هتتعزى. يعني دايس، يعني على قد ما هتكوني سايبه كتير، على قد ما هتكون سايب كتير، على قد سايب قد ايه؟ ممكن سايب مشاغل ووقت عشان حطيت حبه افتقاد. اصل خدوا بالكم الافتقاد فيه لذه رهيبه، لذه ايه؟ لذه كسر الذات، لان انا جاي من مجهود على مجهود. يعني احنا سهل قوي، انا سهل قوي اروح مطلع المحفظه، اروح مطلع 100 جنيه واحطهم في صندوق الكنيسه ولا في الطبق. سهل ان انا يقولوا في عايزين فلوس عشان كذا، اروح مطلع الورق الجديده من 200 جنيه اروح حاططها في الطبق. اوكي، ممكن يكون ده اسهل حاجه، لكن ان انا انزل واتعب. ده في ناس تتلذذ بقى الافتقاد، عندها غيه ماشي ماشي، يعني يروحوا للبيوت ماشي، مش يركبوا عربيه لا ماشي. ليه؟ ما انا بقول لكم على قد التعب وعلى قد الترك في بركه. اصل المسيح ده يعني ما يضحكش عليه يعني، والمسيح ما يباتش مديون زي ما انتم عارفين. فعلى قد ما هتتعب هيروح مغرقك. ففي ناس يقول لك طب بص يا رب انا بقى هزودها تعب يعني، بس على قد التعب اللي هتتعبه، مجرد التعب الجسدي انك جاي على نفسك. طب ده انت قاعد طول عمرك في بيتك، ده انت ممكن تكون مركزك الاجتماعي الناس هي اللي بتجيلك، واللي بيخدم واللي بيعمل واللي بيسوي، وتمشي ده وتجيب ده،
فانك انت تنزل وتروح لحد انت ما تعودتش، زي ما بيقولوا ما تعودتش ان حد اروح لحد، الناس كلها اللي تجيلي، فانك انت تروح دي بركة ما بعدها بركة، دي اذا هذه بداية جديدة. يعني اتعودت ان الناس تجيلك وهي عايزة يا ترى هيبص عليا يقول ايه؟ يعني الناس بتكون شايلة هم ان انت هتقول عليها ايه في مكانك. واحدة تكون جايالك وتقول فلانة هانم ديت او مدام فلانة او استاذة فلانة، يا رب ان انا الاقي نعمة في عينيها. المرة دي انت رايحة وانت بتصلي تقول يا رب اديني نعمة في عينين اللي رايحة له. ممكن يكونوا اقل منك اجتماعيا، ممكن يكونوا اكبر اجتماعيا، بس مجرد السويتش ده الكسرة دي بركة كبيرة، وهتدوقوا حاجة مختلفة. المسيح يدخل مع الكسرة اللي بنكسرها بيننا وبين المسيح يدخل. بس المسيح دايما ما يعرفش يدخل في حتة احنا قافلينها قدامه. المسيح يدخل في الحتة اللي تتكسر. عشان كده ساعات لما احنا بنكون معصلجين قوي فيسمح ان هو يكسرنا بمرض مثلا او بمشكلة عشان نتكسر، عشان يدخل، هو مش عشان حاجة، هو عايز يدخل. فلما احنا بنكسر نفسنا في حاجة زي كده باجي كرامة بقى ووقت وتعب، فتلاقيه هو دخل، تلاقيني خارج بيه، خارج بيه يعني قابلته وراح قال لي طب انا جاي معاك بقى. زي ما بقول لحضراتكم الناس محتاجة اللي يحس بيها، حضراتكم عارفين، روح حس بالناس فيتحس بيك، روح اشعر بالناس فيتشعر بيك، روح دور على الناس فهتلاقي اللي بيدوروا عليك. ابتديها كده، ما تبتديش بالعكس، ما تفضلش قاعد مستني اللي يدوروا عليك، روح دور فهتلاقي نفسك، روح حس فيتحس. ابتدي انت فكل حاجة تجيلك. ده انا بحب اقولها للشباب قوي الحكاية دي، اصلا دايما كلنا تلاقي كلنا يعني فينا الحتة دي، ان انا دايما مستني اللي قدامي اللي يبتدي عشان انا ما انا يعني. انت قاعد تقول لي حس بالناس، حس بي، صدقني لو ابتديت تحس هتلاقي تحس بيك تلقائي. في يبقى اذا افتقاد ان انا زي ما قلت ان انا اطمن ان الافتقاد الالهي واصل للناس دي، افتقاد ان انا احس بمشاكل ناس، افتقاد متابعه، في متابعة، في افتقاد متابعة، انك رحت لحد والشخص دوت محتاج انك تروح له تاني، محتاج متابعة. عشان كده في اعمال 15:36 يقول القديس بولس، ايه مشهورة بتتقال كتير يعني في الابراكسيس، ثم بعد ايام قال بولس لبرنابة لنرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيف هم. يعني بولس قال لبرنابا ايه؟ تعالى يا برنابا نرجع. تخيلوا مش فاهم يعني، هو كان عنده وقت للكرازة ولا وقت للافتقاد؟ حاجة يعني دكت الواحد على الاخر يعني. بعد الكرازة دي كلها راح قال لبرنابا تعالى نلف على كل مدينة رحناها عشان نشوف اللي كلمناهم عن المسيح هم عاملين ايه دلوقتي. حاجة دكت صراحة. في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيف هم. يعني كل مكان رحنا نشوف الناس عاملة فيه. افتقاد المتابعة دوت بيبقى غالي غلو. يا ساعات تروح لواحد يعني كده صدفة، الصدف دي ما اكتر ما منها يعني، خاصة مع الاباء الكهنة صراحة، خاصة يعني كان ابونا لؤس داروس كان حكى حكاية اتمنى ان تكون تفاصيلها بكاملها في ذهني يعني. مرة كان نازل افتقاد، قصة متكررة فعلا يعني، مرة كان نازل افتقاد فكتب العنوان في ورقة، فدخل العمارة وخبط على العنوان قدامه، فبص لقى واحد فتح له يعني شكله بهدل خالص خالص خالص، شكله ضايع يعني.
فأبونا استغرب يعني مش عارف هو. فالمهم الراجل صد في الأول، وبعد كده أبونا دخل، فأبونا قال له إيه اللي، فالراجل بيقول له إيه اللي جابك؟ بيقول له أبونا هو اللي دخل، شجع أبونا إن هو لمح صورة دينية على الحيطة جوه. فأبونا لما دخل فوجئ إن قصة الراجل ده عجيبة خالص. ده كان إنسان كان مركزه مرموق جدا، وكان له علاقة بالكنيسة قوية جدا جدا جدا، وحصلت مشكلة في حياته أدت إلى كثير من الخطايا وانحرافات رهيبة، وكل حاجة باظت. وعدت فترة، وفي يوم تعب وقعد، رجع لإنجيله تاني وقعد يعيط عياط مر، وقال لي ربنا، قال له يا رب لو انت قبلتني بجد ورجعتني تاني لحضنك بجد عزيني بحاجة. طبعا احنا ما ينفعش يعني، مش نظام العلامات دوت والحاجات ديت يعني حاجة ينفع ان هي تمشي قوي يعني، بس يعني واضح ان ربنا كان شايف الحالة ديت كانت هي حاجة محتاج كده، وكانت توبتها حقيقية يعني. وقال له انا عايزك تبعت لي قسيس. ابونا لقى راح له فعلا، هو كان ابونا لقى سيدروس. فساعات في الافتقاد ده بتحصل حاجات عجيبة. وابونا طلع ان هو الفكرة كلها ان هو متلخبط في اسم الشارع، شافه غلط، وبعد كده رقم العمارة هو هو، ورقم الشقة هو هو، بس اتلخبط في رقم الشارع، اسم الشارع بس. فربنا بيزق يعني في الافتقاد، هتلاقي نفسك بتتزق في حتة عجيبة. عشان كده انا من النقط اللي عايز اقول لحضراتكم عليها ان الحاجة الجميلة كمان بقى ايه؟ المتابعة. يعني حاجة انت ما كنتش متخيلها ورحتها، يا سلام لو تابعت بقى. زي ما اجي مثلا اقول للخدام حاولوا تكلموا المخدومين في التليفون من غير حاجة، انا متخيل ان الحوار هيحصل كده، الخادم بيتكلم في التليفون فقالوه مثلا مايكل موجود؟ مين؟ انا استاذه في مدارس الاحد. مايكل المستر بتاعك في مدارس الاحد. يا ماما ما انا رحت مدارس الاحد الجمعه اللي فاتت، هو بيكلمني تاني ليه؟ عيب يا ولد وطي صوتك، هو على التليفون. الو، ازيك يا مستر؟ ازيك يا مايكل، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، انا جيت يا مستر الجمعه اللي فاتت. ما انا عارف يا مايكل يا حبيبي، طيب في حاجه الجمعه الجايه؟ انا هاجي الجمعه الجايه. لا يا مايكل يا حبيبي، انا بتصل اطمن عليك. ميرسي يا مستر، انا بجد انبسطت قوي ان حضرتك كلمتني. طب حضرتك مش عايز حاجه مني؟ لا يا حبيبي بس تبقى تصلي لي. انت مش عايز حاجه يا مايكل؟ لا يا مستر بجد انا ميرسي قوي. الولد يقفل سماعه التليفون كده كانه واقع في قصه حب كده. ده المستر كان بيطمن عليا يا ماما. عارفين لما بنيجي نطمن كده من غير غرض كده، بس هو كده يعني. الناس ساعات بتبقى حافظه احنا رايحين افتقاد عشان نقول لهم تعالوا القداس، تيجوا تتناولوا، تروحوا تعترفوا، وتبقوا مواظبين على الكنيسة عشان تبقوا امامير وشطار خلاص. فالناس ساعات بتبقى متعقده حافظه يعني، عارفين ان الناس ديت كما لو كانها ماجوره يعني، ناس مدفوع لها فلوس عشان تروح لهم تفتقد يعني. بس عارفين الافتقاد لما يكون على مستوى انساني احساس راقي كده مختلف، مختلف. عشان كده بقول لحضراتكم في الافتقاد روح، عاوز تحس، عاوز تشعر، مش رايح واحد يرمي له الكلمتين ويمشي عشان بيستبعونا على الافتقاد. لا، روح حس، روح اتمتع بالمسيح، روح متعة، متعة، لذة، لذة لقاء معاه، لذة انك تتكلم معاه عن حد. ممكن تلاقي الحد دوت مستوى روحي عالي اعلى مننا بكتير بكتير، تروح تتعزى بيه. فحط في نفسك دماغك رايح تقابله بس. فيا سلام لو في كمان افتقاد المتابعة ده ولو حتى بالتليفون. طبعا حضراتكم عارفين اشكال الافتقاد دلوقتي ايه، عديدة. معلش سامحوني انا قاعدة فوت في نقط كده في النص. اشكال الافتقاد طبعا يعني ما اكثرها يعني ملهاش حصر يعني،
لو مش عارفين ممكن تسألوا ولادكم. طبعا متخيلين يعني موبايلات ده بقت، التليفونات طبعا دي بقت الحاجة اللي هي بتاعت زمان بقى دي التليفونات. بس طبعا يعني الى حد كبير هتلاقي اللي مشترك معاك في سنك بيحب الطريقة اللي انت بتحبها فاستخدمها. يعني ما تقولش الزمن اتقدم وكلهم شغالين مش عارف دلوقتي بيدخلوا على الفيسبوك والانترنت وانا ما بعرفش ادخل، ما يهمكش، هتلاقي زيك في وقتك وفي سنك وقريبين منك ما يعرفوش، فاستخدم اللي انت تعرفه. هتلاقي ناس نسياه، هتلاقي ممكن منسي واقع يعني، فما تقلقش. هتلاقي ناس لسه شغالة بالتليفون، لسه قاعدة جنب التليفون مستنية جرس يرن، فاستخدم الحاجة اللي تناسبك يعني. تليفون، انترنت، طبعا زيارة نفس شخصية، مسجات، موبايلات، اللي انت شايفين. عجيب بقى يا جماعة ان الافتقاد زي ما قال انه يعقوب الرسول ان هي ديت الديانة السليمة، الديانة الطاهرة. هو بيقول هو انت تفتكر انك انت رايح جاي على الكنيسة يعني، ولا شكلك متدين وفلوسك كلها طالعة يعني على خدمات وكده، لكن لسانك طويل دوت تبقى ديانة؟ الديانة الطاهرة النقي، ده يعقوب 1:27، الديانة الطاهرة النقية عند، شوف الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. طبعا مش كل الناس يتامى وأرامل بالمعنى المعروف، بس صدقوني في هذا الزمن صار غالبية الناس يتامى وأرامل، حتى لو متجوزين ولو عندهم ولاد. اجروا الحقوا، الحقوا الزوجات اللي شكلهم متجوزين لكن كأنهم مش متجوزين، حتى لو انتوا كان في حد فيكم بالحلقة ديت ساعدوهم واسندوهم لحسن يسقطوا، لحسن حد تاني وحش يجي هو اللي يلحقهم فيفقدهم حاجات كتير. أنهم أرامل ولهم أزواج، روحوا افتقدوا والحقوا وخدوا في حضنكم عيال أيتام ولكن لهم أباء وأمهات، بس مش لاقين حد اللي يحس بيهم. وحسبوا الأحسن يكون ولادكم انتم من أوائل الناس اللي بالمنظر دوت، حاسين بولادكم ولا لا؟ مفهوم التسع. انا عايز اقول لكم ان في الافتقاد بالمنظر دوت له بعد انجاز التعبير يعني بقى كرازي يعني. ياما مسيحيين مننا للاسف، مسيحيه بطاقه وبس للاسف، روح القدس اللي اتخذ في المعموديه والميرون، الطبيعه الجديده اللي اتخذت في المعموديه والروح القدس اللي في الميرون مطفيين. ناس اخر علاقتهم بالكنايس يوم اكللهم او يوم خرجت اهاليهم. هم محتاجين الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. تاني أكد على نقطة، أنه ينتظرك هناك، ينتظرك في كل بيت، ينتظرك مع كل نفس مستنيك. اقول لكم حاجة، ممكن تكون انت مستنيه ان هو يعمل لك حاجات كتير، مستنيه انك تقابله في اي حاجة، وهو قاعد يقول لك انا هقابلك، انا هقابلك، انا مستنيك هناك. ساعات كده صدقوني اليوم بيبقى يوم يعني كم اعترافات، في ايه بقى الواحد سمع يعني كلام زي ما بيقول ابونا تدرس يعوب كده، يعني كم واحد عدى رمى الزباله بتاعته ومشي كده، يعني حاجات كده كوام كوام كوام، يوم يكون محترم يعني في الاعترافات وفي المشاكل وفي الخرجات و كل حاجه ديت، واحد يروح افتقاد واحد يحمل المسيح ويمشي.
افرق خالص. فهو يكون مستنيك، بما ان قال لك ان هي دي الديانة الطاهرة، يبقى اذا هو هيقابلك هناك. هي ايه الديانة؟ ايه الدين؟ ايه ريليجن؟ كلمة لاتينية معناها اعادة الاتصال. فالديانة الطاهرة يعني اعادة الاتصال الطاهر بيننا وبين الله. هو بيقول لنا ايه؟ خد بالك لما هتيجي تفتقد هقابلك. بس منتهى البساطة. شوفوا الموضوع له عمق كبير جدا جدا وعمل خطير. صدقوني ده لو حضراتكم كلكم بنعمة ربنا تحولتم لمفتقدين، يلا النهضة اللي تشوفها الكنيسة. حاجة زي الكنيسة هنا بنعمة ربنا، كم الاجتماعات اللي فيها اللي بنعمة ربنا، مليانة بنعمة ربنا. لو عدد الناس كل الناس ابتدت تشارك وتسمع وتحضر. ايه تاني في الافتقاد؟ اكتشاف المواهب. بصوا الآية بتاعت أعمال 6-3 يقول ايه؟ فانتخبوا أيها الأخوة سبعة رجال منكم. دي القصة اللي هي بتاعت السبع شمامس. الانتخاب هنا في أصل الفعل في أصله اليوناني هو عملية واحد قاعد يفحص ويمقق لغاية ما يطلع. يعني الافتقاد كده. في كنيسة في اسكندرية تدخلها تلاقي الرسومات بتاعتها تحفة، حكاية حكاية. الرسام اللي رسمها اكتشفوه ازاي؟ ابونا كان بينزل يعمل افتقاد، فدخل بص لقى الشقة ايه؟ رسومات مرسم. فبيكلم الراجل بيقول له وانت بترسم؟ قال له يا ابونا انا رسام. قال له عندك استعداد انك انت ترسم لنا الكنيسة؟ قال له يا ابونا ناخد بركة نستاهل. وخده وابتدى يرسم. اكتشاف مواهب. وانت داخل هتكتشف مواهب. ساعات العينين اللي جوه ما بتكون معتادة على المنظر، فمتخيل ان مفيش مواهب، بس انت تكتشف هتلاقي فيه مواهب. وتكون عارف وتطلع ريبورت في المن، لو بتعمل افتقاد وتطلع ريبورت تقول اه الولد في ولد صغير انا حاسس ان هو عنده سنس موسيقى عالي قوي، دوت ممكن يتدرب ويدخل كره الكسر. الست مثقفه قوي، ممكن تقرا كويس قوي وتعمل حاجات شغل كويس خالص. الراجل خدوم قوي، ممكن ينزل ويعمل معانا خدمه كذا وكذا وكذا. الولد الكبير بتاع كمبيوتر فظيع، ممكن يساعد في وسائل الايضاح في كذا في كذا. ففي ضمن الافتقاد اكتشفنا واحد. كل الحاجات اللي انا قلتها ممكن تكون شكلها لطيف وكويسه ومعزيه، بس ازاي هعمل الافتقاد؟ يعني اعمل ايه؟ بصوا روميا 15 آية 30-32 فيقول ايه قديس بولس الرسول؟ روميا 15:30-32 فأطلب إليكم أيها الأخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله لكي تكون خدمتي مقبولة حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله واستريح معكم. هو حاجات كتير طلبها منهم بولس الرسول في الحقيقة. أنا نطيت كلمات في النص، بس إيه الحاجات اللي بيقول لهم؟ إن تكون الخدمة مقبولة، إن أنا آجي إليكم، إن أنا أستريح معكم. عشان تنزل تفتقد الموضوع محتاج وقفة وعركة مع ربنا شوي، حتة خناقة صغيرة كده. أول حاجة أساساً 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 يوم الافتقاد محتاج صلاة كتير. يعني مثلاً لو عامل يوم الحد بعد الظهر مثلاً يوم الافتقاد، يبقى تقعد تصلي من الحد للحد إن يوم الحد ده ربنا يهيئه ويقدسه ويهيئ فيه البيوت اللي هتنزل لها افتقاد. ولو هو في بيت هو مش رايد انك تروحه ما تروحوش، ولو بيت رايد انك انت تروحه يمنع عنك الشيطان، عشان الشيطان ممكن يعرقلك. الافتقاد يعرقل.
ممكن يعاق من قبل الشيطان. الافتقاد ممكن يعاق من قبل الشيطان. تخيلوا يعني يوم الافتقاد محتاج انك تحرسه من الاخر. اللي انا عاوز اقول لحضراتكم يوم الافتقاد محتاج انك تحرسه بصلاة عشان ربنا ينجيك من الحاجات اللي ممكن تعطلك. ده ممكن يوم الافتقاد خناقة تحصل في البيت فتحبط طول اروح على الناس بوشي المليان كآبة دوت انا مش طايق نفسي. عشان كده في الافتقاد اليوم دوت نفسه محتاج يتحرس، محتاج ان ربنا كده يحوط عليه بسياج من نار. اتنين، ان الله يهيئ البيوت اللي انت هتروحها لكي يستقبلوك بفرح وتكون خدمتك مقبولة هناك. اصلوا انتوا داخلين يا جماعة انتوا فاكرين ايه؟ لو نعمة ربنا مش مالية وشوشنا وسندانة وسترة علينا الناس ما تستحملناش. لما نعمة ربنا تكون باينة كده والستر الإلهي باين على وشوشنا ومحبة ربنا باينة الناس تفرح بوجودنا. عشان كده من الحاجات زي ما بقول لحضراتكم محتاجة صلاة كتير ان يا رب اجعل خدمتي مقبولة، اجعل في وجهي نعمة وانا داخل عند الناس لكي اجد نعمة. صلاة لأجل الكلام اللي يتقال جوه الافتقاد. لحسن تتحول القعدة إلى قعدة باطلة، قعدة استفادة مثلا، قعدة بيزنس، ولا قعدة طبيخ، أو قعدة مادية، أو قعدة مناقشة في أمور الحياة، أو قعدة إدانة في الكنسيات أو الإداريات الكنسية. كتير من الناس اللي بيكونوا بعاد عن الكنيسة كتير كتير بتكون كل علاقتهم بالكنيسة هي إدانة الإدارة الكنسية، تكون حاجة سيئة. فأتصلي لربنا ان هو ينجيك من الفخاخ دي كلها. دي فخاخ، لو دخلت مع واحد مسكك يقول لك اصله ابونا فلان بيعمل، واصله المجلس بتاع الكنيسه الفلانيه بيعمل، واصله انبا فلان بيعمل، مش هتخلص كلام شرير شرير شرير، لن يوصل لاي نتائج، لا يخلص نفس ولا يعمل اي حاجه. الكلام الغلط اللي فيه والكلام الصح اللي فيه لا ده يفيد ولا ده يفيد ولا ده يحل ولا ده يحل. عشان كده صلي كتير ان ربنا ينجيك من الفخاخ اللي تكون موجوده في قعدات زي كده. صلي كتير انك تشعر بالناس وباحتياجاتهم، دي مهمة قوي 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 قوي. عارفين ليه؟ ممكن تكوني ام وعندك ابن في سن المراهقة، فروحتي والبيت فيه مراهق، فالام اللي هناك قالت لك وحضرتك ايه ومتشالي بتعرف على بعض يعني، تقول لك عندك ابن كذا عندك ابن كذا، تقول لا عندي ابن كذا، انا اللي عندي مجنني، فانت تلاقي نفسك ما مسكتيش نفسك تقول انا اللي عندي مطلع عيني، انت اللي عندك بيعمل ايه كذا وكذا، ده اللي عندي بيعمل تك 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 تك. اول ما تشوفيه بقى الكلام اللي نفسك تطلعيه لابنك تروحي مطلعه له، حبيبي ده ماما جميله وماما كويسه طبعا. واحد مراهق محتاج ان حد يشعر بيه بدل ما اتنين يتفقوا عليه هم دول اللي جايين من الكنيسة، باي باي يا كنيسة. او واحد معاق، او واحد لسه حصل لهم حادثة شديدة عنيفة وجواهم ضيق شديد من الله، اخطيت يعني هروح اقول له، ولا واحد لسه حد اقول معلش اصل ربنا خده عشان زي ما بنقول بقى الكلام اللي بيتقال، اصل ربنا خده عشان يغرسوا فوق ورده، هو ورده جميله فقطفوا من هنا عشان يغرسوا فوق. ايه الكلام ده؟ مفيش حاجه كده، هو خده كلنا احنا راجعين، كلنا راجعين مش عارفين نرجع امتى بس كلنا راجعين، لا قطفوا ولا ما قطفوش، هو ربنا بيعذب خلق الله خلقه. فربنا يدينا نعمة
وحكمة في الكلام اللي يتقال، وينجينا من خبراتنا القديمة في الكلام، وينجينا من حكمتنا في الكلام، وينجينا من حكمتنا في الكلام، حكمتنا ردية، حكمتنا جهالة، حكمتنا حماقة. يعطينا كلام بحكمة سماوية من عنده. ده مهم جدا في الافتقاد جدا. عشان كده بقول حضراتكم كل ما الاتضاع زاد في الافتقاد، كل ما ربنا يدخل اكتر ويتكلم اكتر. مهمة جدا، ينجينا من حكمتنا الشخصية في الافتقاد في الكلام. صلي أيضا لكي نقدر أن نتابع، زي ما بيقول بولس في عبرانيين 13، صلوا لأجلنا. أطلب أكثر أن تفعلوا هذا، صلوا لأجلنا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة، عشان أقدر أجيلكم تاني، أقدر أرجع تاني، حتى لو كان بيته، حتى لو كان ده مقر، بس برضه عشان أرجع للبيت اللي أنا، إن أنا أقدر أجي تاني، إن أنا أقدر أتابع تاني وأفتقد تاني. حاول يعني على قد ما نقدر لما يكون في حاجة في الافتقاد ما نتدخلش في مشاكل قوي. طب احنا هننقل الموضوع دوت لابونا عشان ما ننحسش الطرف دون طرف. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ربنا يحافظ عليكم ويكون معاكم ويفرحكم بكل خدمتكم، ويجعلكم تقابلوا المسيح في كل خطوة وفي كل واحد وفي كل بيت وفي كل عطاء وفي كل بذل وفي كل تعب. ولربنا المجد دائما ابديا.